السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. درسنا لهذا اليوم وهو هذا الجهاز من شركة إيكولينك، وهو الإيكولينك V9 بليس. هذا الجهاز له إصدار أندرويد قديم، وهو الإصدار رقم 4، لذلك أصبح لا يدعم اليوتيوب. سوف نقوم الآن بتثبيت البرنامج الذي أنتجته الشركة المصنعة، والذي يمكننا من تشغيل يوتيوب على هذا الجهاز. هو جهاز كما ترون V9 بليس. هذا الجهاز الذي عندي فهو لديه أنتين كما ترون الفيديو. هذه هي علبة الجهاز، وهذه هي مواصفات الجهاز كما ترون. كواد كور في البروسيسور، و 1 جيجا في الرام، والمساحة الداخلية 8 جيجا. والآن نتوجه لربط الجهاز بالشاشة ونقوم بتثبيت برنامج اليوتيوب. الآن بعد ربط الجهاز بشاشة التلفاز كما ترون، هذه هي الواجهة الرئيسية للجهاز. نذهب لربط الجهاز بشبكة الانترنت. انا كنت قد ربطته مسبقا كما ترون. هذه هي الاعدادات كما ترون، هذا هو اليوتيوب الذي على الجهاز. اطلب مني الدخول الى الجيميل الخاص بي. فالجهاز اصبح لا يدعم يوتيوب. الآن سوف نذهب إلى ريغلاج، الجهاز باللغة الفرنسية، إلى ريغلاج. قم بالنزول إلى الأسفل إلى هنا، ثم نضغط كما ترون إصدار الجهاز على فيرسون أندرويد 4.4.2 كما ترون. إصدار قديم لذلك أصبح لا يدعم يوتيوب. والآن نتوجه لتثبيت البرنامج. سوف تجدون رابط البرنامج أسفل الفيديو. نقوم بتحميله أو من الموقع الرسمي لشركة إيكولينك. نقوم بتحميله داخل USB، ثم نقوم بإدخال USB في الجهاز، ثم نقوم بالدخول إلى هذا الابليكيشن انستالي. نقوم باختيار جهاز USB الذي قمنا بادخاله هنا كما ترون. قرأ جميع ملفات الابيكا. هو التطبيق هو سمارت يوتيوب TV، هذا هو التطبيق. نقوم بالضغط عليه ثم نزول الى الاسفل انستالي. ننتظر. هو لقد قمنا بتثبيت البرنامج. اوكي او افغيق، سوف اضغط على اوكي ثم الخروج من هنا، ثم نذهب الى التطبيق. هو التطبيق سمارت يوتيوب TV، قم بالدخول عليه، قم بالضغط على يس. كما ترون اليوتيوب أصبح يعمل لدينا كما ترون. هذا هو شكل اليوتيوب. الآن سوف أقوم بربطه بجهاز الهاتف الخاص بي. أقوم إلى إعدادات أو بارامتر أو سيتينغ باللغة الإنجليزية، ثم نقوم بالدخول كود TV كما ترون. هذا الكود سوف أقوم بإدخاله في جهاز الهاتف الخاص بي. أقوم بفتح الهاتف، إعدادات التصوير شاشة الهاتف كما ترون. هذا هو الهاتف. نقوم بتشغيل أحد الفيديوهات. سوف أقوم بتشغيل الفيديو الأخير
ثم نضغط على إرسال صورة. هنا أقرأ لي جهاز التلفاز الخاص بي سوف أضغط على اللينك في الكود ثم نقوم بإدخال الكود. وهنا في هذا المكان 166 760 816 692 ثم نضغط على اللينك كما ترون تعرف جهاز الريسيفر على الهاتف. كما ترون التطبيق يعمل بشكل جيد. كان هذا هو الدرس اليوم خاص بجهاز الايكولينك اوبن ايكولينك في 9 بليس لتشغيل عليه اليوتيوب. الى الدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. درسنا لهذا اليوم وهو طريقة تهكير جهاز بلاي ستيشن 4 للتحديث.